راشد رئيس الوزراء يشوف مصير اولادنا وين صارم. اشوف خلانا احنا هسه انا ضلينا لا الولد راح مو خلانا بس احنا ضلينا احنا وين يشوف اولادنا وين صارم. كل ما يمر عيد اذا احنا ما نعيد مثل العيال بس هم دحجن دحق على الولد هيا وهم راحوا ما ادري بيهم ما صارم. وارجو من رئيس الوزراء شوف ان ياهم ما صارم شوف مصيرهم احياء اموات وين تعال نقطع انفسنا. اني راح احكي باسمي وباسم عشيره البعكاش خاصه اللي مفقود منها 643 زلمه. احنا نطالب برئيس الوزراء جديد ان شاء الله يشوف لنا حل اللي الناس اللي تغيبت صار لها 4 سنوات والناس ملت والاولين ما عدونا وما وفوا ويانا. بكت الله يعني يحث على مصيرهم ويشوف انه وين راحوا. واحنا مكيفين يعني بمجيء لنا ونبشرنا بخير وان شاء الله وجه خير. فالاولين وعدونا ما وفوا ويانا. فنريد من الله ومنكم ومنه يشوف لنا مصيرهم وين راحوا ويحث لنا عليهم يلقانا هم وين. ميتين يقولون طيبين يقولون يعني الناس ملت هاي صار 4 سنوات ونداعي وماكو نداعي بالاولين وعدونا وراحوا وهسه ان شاء الله هو اللي جيه بكت الله ان شاء الله يلقى مصيرهم يشوف لنا مصيرهم. ناس تقول لنا بجرف الصخر ناس يقول لنا بفلان مكان وناس ملت فيقطعون انفسنا لو اما يقولون لنا طيبين ويشوفون لنا حل عليهم ويا ما يقولون لنا ميتين تقطع انفسنا. شفتوا انتم معاناة اللي اطفال السعين اللي جيتوا عليهم وشفتوهم كل من يقول بابا وبابا بس هم اللي ظلوا بهات ما عندهم. يعني كل واني اللي محاجيك 16 زلمه من بيتي واحد 16 زلماني ابويا مواليد 43 شايب يعني شايب اذا تدفع يقع يعني شنو هذا شنو ذنبه. اخوتي واخوتي المنطقه يعني ولد المنطقه كلهم اخوتي وانا ولد عمي مو قربه وناس منحنكوا جوع وضيم وظلايم يعني مو ظلوا بكيفهم انحنكوا يعني شيء انكتب عليهم انحنكوا بعد. يعني احنا ملينا من دورنا وحاجينا وطالبنا والريد يا ناس يا عالم يا حكومة يا معودين فملينا ما عدنا عجزنا. فالريد من الله ومن رئيس الوزراء الجديد يشوف لنا حل لهالناس اللي مغيبين. يعني صار لنا 4 سنوات والله ترى ماكو هيك حكي يا 4 سنوات يعني شنو اكلتهم القاع ماكو والله ما 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 هاي ما داخل عقلاني. وجزاكم الله خير الجزاء. كل يوم 4 سنوات 4 سنوات يعني مصيبة هاي كارثة. وانتم ما شفتوا يعني ما شفتوا بعيونكم انتم الان جزاكم الله خير جيتوا وشوي يعني فرحتوا هاي الاطفال وجزاكم الله خير. احنا نريد حل عن هاي المغيبين. يعني احنا كل ما يجي رئيس وزراء جديد يعني ما يتطرق لهذا الموضوع. ليش يعني وين راحوا هاي الزلم وين راحت هاي يعني ما يصير هالشكل. هاي الزلم لها هم يعني هاي اطفال شنو ذنب هاي الاطفال. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم حتى تعطونا رأيكم ونسمع رأيكم ونستفاد من آرائكم في هذا البرنامج. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على 1 من ذني الأرقام 2 اي رقم من ذني ارقام الاثنين كنت من زاخو للفاو وين ما كنت عايش بالعراق تقدر تدق علينا بالبرنامج حتى نسمع رايك. اما اذا كنت عايش خارج العراق وحتى الداخل تقدرون تتصلون على 1 من ذني الأرقام 2 فعندكم ذني ارقام 2 للخارج اضافه الى رقمين للداخل ذني الارقام 4 بس للاتصال. اما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب. رقم الواتساب ما أقدر أعرض به فيديو، رقم الواتساب ما أقدر أستقبل به مكالمة صوتية، رقم الواتساب ما أقدر أسجل به رسالة صوتية أو عفواً أستقبل به أو أستمع رسالة صوتية. رقم الواتساب مخصص بس للرسائل. يعني في حال ما قدرت تحصلنا على أرقامنا الأربعة الثانيات تقدر تكتب لنا مثل ما هو مكتوب هنا رسالة. أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم لبرنامج صوتكم. اليوم 1/12 بداية الشهر الأخير في السنة. هذا التاريخ بكل سنة العراقيين يحتفلون بيوم الشهيد. طبعا هذا التاريخ
اللي سياسيين العراق اليوم بعد 2003 دا يحاولون يتناسوه. السبب لأنه ولي نعمتهم إلى دور كبير في اتخاذ 1/12 كيوم للشهيد العراقي، لأنه إيران أو سلطات إيران أعدمت 3000 أسير عراقي أيام الحرب العراقية الإيرانية يوم 1/12، فصار هذا اليوم هو يوم، نعم هو يوم يذكر 3000 عائلة بمأساتهم ونكبتهم بفقدانهم 3000 شهيد عراقي. لكن 1/12 اليوم بالعراق منسي، 1/12 اليوم بالعراق ما إلى دور، 1/12 اليوم بالعراق اليوم اللي نكرم به شهداء، اليوم اللي بيه نستذكر شهدائنا، مو بس الشهداء اللي راحوا نتيجة الحروب، عندنا شهداء كثر ما بعد الحروب، عندنا شهداء داعش، وعندنا شهداء الميليشيات، وعندنا شهداء تشرين، وعندنا شهداء الانتفاضة، وعندنا شهداء انتفاضة محافظات الست المنتفضة، عندنا شهداء هواية. إذا نريد نعد الشهداء فهم في تصاعد مستمر. لكن شنو اللي قدمتها الحكومة العراقية لذوي الشهداء؟ أي أم وأي أب اليوم بالعراق قدم ابنه أضحية لهذا البلد، قدم ابنه من أجل هذا البلد، قدم روح ابنه اللي هو أعز شيء في الكون الظنة من أجل الرقي بالعراق وشعبه. شنو اللي قدمتها الحكومة العراقية لهم؟ شنو اللي قدمتها الحكومة العراقية لهؤلاء؟ لأنه إذا يجيني واحد هسه من السياسيين أو يجيني واحد من الأحزاب أو من يتبعهم ويقول لي لا أكو فرق ما بين شهيد وشهيد وأكو ناس نسميهم مو شهداء أصلا، فهو ماكو فرق ما بين أي قتيل دا يروح من أجل العراق. رقم 2، حتى المنتسبين اللي راحوا نتيجة المعارك الأخيرة اللي افتعلوها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والحكومة العراقية بمسرحية ما تسمى داعش، حتى المنتسبين اللي راحوا والشهداء اللي راحوا أهلهم ما محصلين شيء. علي من الموصل حياك الله يا علي. يعني تزوجناك شوية وخالي الليل، احنا منتسبين مال موصل مال سنجار. نعم منتسبين سنجار، مسوي كفالة وشرطي، من 2017 لحد الآن نريد العودة وعودة وما في كل شيء. كفالة ما شنو أخ علي؟ مال الشرطي. يعني شنو انت الشرطة الاتحادية؟ نعم انت كنت منتسب في الشرطة الاتحادية. الكفالة شنو هي الكفالة او شنو دوره الكفالة؟ بس اريد نفتهم هاي النقطة. مسوين كفالة حتى بعد ما بطل. حتى بعد شنو؟ ما بطل يعني. اها ايه زين. ولحد الان لا خبرونا ومسوين بس التحقيقي وكل شيء ماكو. نعم لا العفو جانا ولا مطالبه، اجبر نحاول ونقول اجر طبال. زين شو يقولوا لك من تروح تراجع؟ قالوني انطيني رقمك، انطينا الرقم وهاي سنتين ثلاثه في الحويجه. ايه ولا اتصال ولا عفو، يعني ما بعرف شنو السالفه. نعم رحمة الوالديك. هاي الحكاية وهاي المنظر يعني إذا صار عندك مجال بعدين يعني تطرحها. يعني لا بالعكس، يعني هسه يعني كل الناس سمعتك على الهواء مباشرة وسمعتها من لسانك. شكرا لك أخ علي، وإن شاء الله سمعوك ويجيبوك على هذا الكلام. يعني اليوم لما واحد يباوع على وضع العراق، احنا البارحة قلناها واليوم هم يعني راح أعيدها، العراق لما كان في مستوى من الاستقرار فرضا، خلينا نقول على مستوى من الاستقرار
وبدأ بالانحدار، بس انحدارنا مو مائل، عمودي، كل شيء تهدم بيه ووقع فد وقعة. السؤال اللي ينطرح، هل وصل الحال إلى أنه أصبحت دماء الشهداء ودماء الأبرياء ودماء الشباب العراقي ودماء العراقيين بشكل عام ما إلها دور بهذا البلد؟ يعني مثلا الجزائر تسمى ببلد المليون شهيد، وهي تفتخر بدماء هؤلاء لأنهم سبب في تحرير البلد من الاحتلال، لكن ما نستهم. وماكو بلد بالعالم كله عاصر ثورة أو صارت به ثورة في أي زمن وفي أي قرن من القرون ما يذكرون قتلاهم أو شهدائهم أو من ضحى بنفسه إلا بالعراق. عندنا ذوي شهداء هواي، عندنا شهداء أسماء كثيرة جدا، لكن ما حد يذكرهم، ما حد يقدم لهم شيء. يعني من المفترض هذا الإنسان اللي دافع عن هذا البلد في أي زمن من الأزمان وضد أي جهة من الجهات وضد أي عدوان من أي جهة شريرة أو مجرمة أو إرهابية كانت حاولت تدمر هذا البلد من الداخل أو من الخارج، من المفترض أنه يكون اسمه معلق على جداريات في كل محافظات البلد حتى الناس تعرف من اللي ضحى من أجل هذا البلد. علي من الناصرية، حياك الله يا علي. أخويا أريدن على الهواء أسلم على المذيع وأسلم عليكم بعد قلبي. وأنت على الهواء أخويا يا بعد روحي. بعد قلبي، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا العزيز. علاوي حبيبي، بس نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون أفضل أخويا. أخويا اليوم الذكرى مال الشهداء الأكرم منا جميعاً. نعم. أنت قبل شوية، ألو. نعم. بعد قلبي. أيه. قبل شوية قلت اليوم ما نسي، اليوم ما نسي، اليوم منقوش بقلوبنا. لا أخ علي، يعني ماذا أقصد الأكرم منا؟ أخ علي، أنا ما دا أقصد الشعب العراقي بالتأكيد، لا أنا دا أقصد دا وقلت كلمة اللي دا يحاول سياسيين العراق اليوم دا يحاولون أنه ينسون هذا التاريخ. ليش؟ لأنه 1/12 إش وقت صار يوم الشهيد لما إيران عدمت 3000 شهيد عراقي من الأسرى العراقيين واتخذ 1/12 كذكرى لشهداء العراق. نعم 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 حبيبي، هذا اليوم منقوش بقلوبنا، دول الأكرم منا جميعا، دول الدافعوا عن أرض الوطن، عن أرض العروبة، بس احنا شو نسوي؟ لا حول ولا قوة، يعني إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. هسه هاي الناصرية تعال شوفها، عبارة سووها عن مقابر جماعية، هذا شوق شيوخ من هاب، لا رواتب، واحد يعطونه 80 مليون، شنو شغلته؟ 80 مليون كان شارد برا، وواحد كل شيء ما يعطونه ولا فلس. هاي احنا حتى لا حول ولا قوة، بس احنا نوصي رسالة وندعي الأشراف الأحرار البقايا، من الزلم عندنا زلم خشنة، زلم خشنة، زلم عليها الاحتمال أن ينتفضون وأن يفزعون لهالبلد الجريح. أنا والله العظيم يعني اسمك ما يحضرني، بس هسه البارحة رديت أسلم عليك ما حصلتك. أفل اسمي أخويا وتشرفني بعد قلبي، وتحية القناة الرافدية، سلمك ربي، القناة الجبارة، وإن شاء الله إن شاء الله إيدنا فوق إيدكم. وأجمل تحية مني أنا مقدم البرنامج ومن أسرة قناة الرافدين لأهالي الناصرية ولأهالي محافظة ذي قار ولكل الشعب العراقي من شمال الجنوب ومن شرق الغرب. شكرا لك علاوي حبيب قلبي. ابو سميه من الانبار، حياك الله اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحياتي لك اخ افل. حياك الله اخويا. اخي الكريم، رغم كل ما يدعون نحن لن ننسى يوم الاول من كانون الاول الذي
اليوم الأول من كون أول الذي يعتبر يوم الشهيد العراقي. نعم. وأن التضحيات التي قدموها بثلاثة آلاف شهيد في أرض إيران لن ننساها. ومهما حاول السياسيون أي ينسوا الشعب العراقي هذا اليوم لن ننساه. لماذا؟ لأنهم شهداء قدموا دماءهم دفاعا عن البوابة الشرقية للوطن العربي. وللأسف يعني كنا عندما نسمع في الثمانينات أن العراق هو البوابة الشرقية للوطن العربي كنا لا ننصر. لكن عندما ذهب ذلك السد الذي كان في الثمانينات وفي التسعينيات شعرنا بقيمة السد الذي كان يقف بوجه مد أحفاد الخميني. فإن شاء الله تضحياتهم لن تذهب سدى. لكن للأسف أخي الكريم يوم الشهيد العراقي انتقم منه أذناب إيران في داخل العراق. والذي يحدث اليوم في الصقلاوية في مجزرة البعكاش وفي غيرها للأسف أخي الكريم أقولها يريدون أن يجعلوا هذا الشعب يدفع ثمن النصر، ويريدون من هذا الشعب أن يدفع ثمن التضحيات. ولكن أقول لهم الشمس لا تحجب بغربان. مهما حاول السياسيون من إخفاء هذا اليوم المضيء في تاريخ العراق والله لا يختفي. ولن ننسى هذا اليوم، ولن ننسى أن أعداءنا يأتون من الشرق. لن ننسى يوما أن الذي دمر العراق هم الأعداء الذين أتوا من الشرق. وأخاطب أذناب إيران الذين لا زالوا يتشدقون وينخدعون بشعارات إيران التي يعني تتنوع في أشكالها. متى تفهموا أن إيران سبب دماركم؟ متى تفهمون أن الشرق إذا لم يجد رادعا سوف يفترعكم واحدا واحدا؟ ولكن للأسف أخي الكريم أختم كلامي بالبيت الشعري الذي يتذكر عمر الذي وقف بوجه المد الشرقي. أقول في البيت الشعري: لا صوت درتكم باد أيا عمر، فالشرق صولته حانت وتعتزم. وشكرا لبرنامجكم الكريم. شكرا لك أخ أبو سمية. أبو سمية، يعني قضية يوم الشهيد العراقي لا تقتصر فقط على من وقع في الدفاع عن أرض العراق من الشرور الخارجية. يوم الشهيد هو يوم كل شهداء. هذا اليوم من المفترض، يعني العراق هو البلد الوحيد حاليا اللي المفروض به يوم شهيد خاص بالشهداء. لأنه إذا نريد نجي على أيام الأسبوع فعدنا الأحد الدامي، وعدنا اثنين الدامي، وعدنا ثلاثاء الدامي، وعدنا الأربعاء الدامي، والخميس الدامي، والجمعة الدامية، والسبت الدامي. يعني كل أيام الأسبوع عدنا أيام دامية. إذا تجي على العمليات فما شاء الله يوميا عدنا أعياد، هواية من الأعياد شهدت أعمال إجرامية. يعني تريد تعطي مثال؟ تفجير مول الكرادة مثلا، التفجير بسوق في الكاظمية اللي كانوا الناس يتبضعون مستلزمات العيد لأولادهم. هاي مثلا. ماكو بيت بالعراق اليوم ما نصب له شادر بالشارع وخط على قماشة سوداء نعي لواحد من أولاده. دولة كلهم من المفترض أنهم شهداء. من سقط على يد الاحتلال الأمريكي، من سقط على يد إيران، من سقط على يد الميليشيات، من سقط على يد داعش، من سقط من أجل كلمة الحرية، من سقط من أجل العراق، من سقط من أجل إعلاء الحق بالعراق. دولة كلهم من المفترض أن يكونوا شهداء. أبو وطن من لندن، حياك الله يا أبو وطن. الله يحييك يا الغالي ويبارك بأصلك. يسلمك يا غالي. الله يخليك. أشكرك على ذكر التطرق لهذا اليوم العظيم، هذا اليوم اللي يفتخر به كل عراقي وعربي. نعم. بمعنى الكلمة يعني لا شكر على واجب أخوي. أشكرك رحم الله والدك. بس إذا تسمح لي عندي بس فد مداخلة بسيطة قبل لا أخوض بهذا الموضوع. نعم. المشاركة الفاتت تكلمت عن موضوع التظاهرات وعقب علي شخص اسمه أبو شيماء بألفاظ حشاكم غير 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 لائقة. بس أريد أوضح شغلة، أنا ما أريد أرد عليه هو بالذات، يعني لأن ما ضر نهر الفرات يوما انخاض الكلاب فيه.
بس اريد اوضح شغله، احنا لما نتكلم ننتقد ايران وخدمه ايران ومجرمين ايران بالعراق، احنا ما قاعد نتكلم على طائفه، يعني ما نتكلم على شيعه، الشيعه هم فخر العراق وهم شرف العراق وهم مرجله العراق، شيعه العراق هم اللي قاتلوا ايران بكل رجوله وشرف واباء، هم اللي قاتلوا دفاعا عن العراق بالحرب العراقيه الايرانيه جنبا الى جنب مع اخوتهم السنه وباقي طوائف العراق. العراق ما بي طائفيه، احنا نتكلم على فئه مجرمه خادمه لايران، فئه رخيصه اشتروها برخص وراح يجي اليوم اللي يبيعوها برخص، حتى ننتهي من هذا الموضوع. لا حد يفسر الكلام على انه طائفيه، ما لا طائفيه بالعراق، هؤلاء شرذمه مجرمه يجي اليوم اللي ينباعون برخص مثل ما انشروا برخص. اما بالنسبه لهذا اليوم العظيم هو ايش وقت الشهيد العراقي انذكر؟ انذكر الشهيد العراقي اللي قاتل ب 48 فلسطين، لو مثلا بال 67 بمصر، لو ب 73 لما دافع عن نظام حافظ اسد اللي كان يدز الصواريخ الطهران حتى تضرب بها بغداد. ايش وقت تم الاحتفال بالشهيد العراقي وذكر الشهيد العراقي؟ ثانيا هذول اللي احنا اللي جاي يحكمون مثل ما قلت حضرتك مشكورا، يعني شيء طبيعي انه يطمسون هذا اليوم، لان هذا اليوم يمثل روح الشخصيه العراقيه اللي قاتلت العدو الفارسي الايراني. فشيء طبيعي هم جاي يدافعون عن نظامهم الايراني، فلا يمكن يذكرون الشهيد العراقي. لكن مثل ما قال الاخ البطل اللي من الناصريه اللي قال محفور في قلوبنا، نعم محفور في قلوب كل العراقيين، هذا الشهيد البطل اللي دافع عن العراق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات دون ماله وأرضه وعرضه فهو شهيد. العراقيين دافعوا عن مالهم وشرفهم وعرضهم وعن مال وشرف وعرض الأمة العربية كلها في حربهم ضد الخميني. فيبقى الشهيد العراقي رمز للأمة العربية أكملها وعلى مدى التاريخ. أبو وطن. ما يتكرر. أبو وطن. فضل. السؤال اللي ينطرح بهاي القضية، ليش اللي نطى دم ضحية لأجل هذا الولد البلد عفوا ذوي هذا هؤلاء الشهادة أو أهله أو ولده أو زوجته أو أخوته، اليوم ما حد يقدر، يعني ما حد يقلبهم وما حد يعطيهم حقهم وما حد يساعدهم، بينما أكو فئة الكل يعرفوها جماعة رفحة مثلا، لا شايف العراق لا طاب بالعراق لا يعرف شكو بالعراق وما يحكي عراقي اصلا الا فئه قليله من عندهم طبعا اللي كانوا كبار بالعمر وراح ينقرضون ياخذون رواتب بالمليارات هم عايشين برا. نعم بارك الله بك. هذا صدق وامن بالله لو بيدهم اللي تتكلم عنهم الفئه الاولى فئه شهداء العراق الحقيقيين، لو بيد هاي السلطه تبيدهم بالكامل حقدا وكرها ونقص، ينظرون لهم بنظره نقص، لان حشاك الانسان الناقص من ينظر الى صاحب الشرف يحس بالنقص اللي بداخله، فيريد ينتقم منه باي طريقه. اما اللي كانوا مثل ما قلت حضرتك ربحه وغير ربحه، واللي كانوا بايران وكانوا بسوريا، دول حشاك الجوعيه اللي كانوا خدمه هاي الانظمه ضد العراق، هسه صارت السلطه بيدهم ومحميين ومؤيدين من قبل سلطه ايران، والسلطة كلها بيدهم، فشي طبيعي يعني يعني قابل، شي طبيعي إنه يقفون ضد هاي الناس الأبطال. شكراً لك أبو وطن مشاركتك ويانا برنامج صوتكم. من أمريكا محمد، حياك الله يا محمد. محمد من أمريكا. أبو جاسم. أبو جاسم ما يسمعنا أو انقطع الاتصال وياه، أتمنى يرجع لنا حتى نسمع رأيه بالموضوع. يعني ما يحصل اليوم بالعراق هو نتيجة تقاعس عن كل شيء. خلونا احنا كررناها وأرجع أكررها مليون مرة مستعد بهالبرنامج، ما بقوا شيء بهذا البلد ما نسوه، ما بقوا شيء بهذا البلد ما شالوه من بالهم. سعد من السعودية، حياك الله يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخ أفل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخويا سعد. بارك الله فيك وبارك الله في هذه القناة المباركة. يبارك بعمرك. أقسم بالله لا إله إلا هو، أنه شعب يملك هذه الإرادة وهذه العزيمة والله لن يخذلها الله،
وقسما بالله ان شاء الله ان تفرحون بنصر من الله وفتح قريب. الشعب هذا سار على الحق واموره كلها على الحق برغم خذلان الشعوب الحكام الشعوب كلهم. الشعوب معاكم يا حبايبي وان شاء الله بممر اللي ما سنم عينه نفرح بفرح بلد السلام هذا برجوعه على راس السلام في العالم كله كما كان سابقا. وتحيه لكم يا قناه الرافدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي سعد، شكرا جزيلا لك وتحيه من قناه الرافدين ومن شعب العراق الى شعوب الوطن العربي من الخليج حتى المحيط قاطبه. ابو شيماء من بغداد، حياك الله يا ابو شيماء. الله يسعدك استاذ رفيق ويسعدك اخوي العزيز. حبيب استاذ انا اولا هذا يقول تجاوز علي، انا ما جاوزت علي هذا اللي اتصل بي قبل شويه. هو ما رد عليك. يقول اتصل. هو ما رد لا عليك. لا هو بس انا قلت له. لا قال ابو شيماء بس اسمعني ابو شيماء حكى علي بكلمات ما حلوه، انا ما راح ارد لكن راح اعطي رايي فنطاك رايي. انا ما قلت انا صحيح بس انا ما قلت له يعني انه انت هذا كذا وكذا، قلت له بس واحد المفروض احنا عراقيين كنا عراقيين وما هذا نبغض حق احد ونحكي عليه، واحنا كنا اول وثاني احنا تابعين للعراق استاذ رسل، يعني انا قابل شنو انا عراقي هو عراقي. ابو شيماء بدايه حتى نكون حقانيين اذا تسمح حضرتك لا غلطت عليه وقلت لك ما اسمح لك تغلط على مواطن، هاي رقم واحد. لا قلت لها مو تجاوز استاذ رفل، ها شوف احنا عندنا العلماء المراجع الدين عندنا خط احمر ما نقبله ترى اي انسان. مو انت خطك الاحمر كان ما مقبول، خطك الاحمر الخميني. اي استاذ رفل هو مرجع دينه هذا مهما يكون هو رجل مرجع دين، المراجع احنا بالنسبه لنا والله اتمنى تجاوبني. انت يهمك العراق لو اللي برا العراق بس جاوبني على هاي الكلمه. لا امشي العراق راح شلون مو العراق هو امشي العراق استاذ العزيز. الى عاد انا شنو علاقه باللي برا؟ هم خدمنا مو علاقتنا احنا تضبط قضايا عقائدية استاذ رجل، احنا شغلتنا الامامية يعني نكون واقعيين، احنا بالنسبة هاي الشغلات احنا ما نقدر نتجاوز عليها. اي ما هو الواتب عاسي ما اقبل اي واحد، مو شرط انه واحد من غير مكان، فهذا السبب لا اكثر ولا اقل. زين بس ارد اسألك ابو شيماء، يوم الشهيد 1/12 اللي سياسيين العراقي يردون يتناسوه، تعرف هي كانت امر من الخميني اللي قتل 3000 اسير عراقي؟ استاذي هذا الحرب استاذ رفل هذا لا امر ولا هذا كر وفر الحرب، احنا سوينا بيهم تتذكر محلق ضربناه 5000 كردي راحوا وكرات خطيش وهداء، يعني هاي ضربه شنو صدام منعول ضربنا حلب شيخ ضربه مو ضربه صدام. والله اخوي العزيز انا باو احنا ما نريد نرجع لذاك الوقت، بس اذا تريد تقرا التقارير مال دونالد رامسفيلد وتريد تقرا التقارير مال الامم المتحده طلع العراق بريء من قصف حلبشه وطلعت ايران هي المذنبه لانه الغاز اللي انضربت به حلبشه كان العراق ما يملكه حسب تقارير الامم المتحده وموجوده بالانترنت تقدر انت تراجعها. استاذ العزيز انا كنت عسكري بالشمال اشهد بالله العظيم وداعت الله وداعت ولدي وداعت اشهد ان احنا كنت موجود والطيارات يا استاذ رفل احنا شنو ولد القريه اللي ما نعرف اخيه الله يخليك يعني يا ايران احنا عم في الشمال حسيني وقدام صارت حازمه بس احنا كنا على موت على كارثه على غير اتجاه كنا الطيارات ضربت اللي زي اريد اسالك سؤال ابو شيماء اريد اسالك سؤال تزعل من عندي لما اسمي الحشد بالميليشيات تمام لما يطلع قيس الخزعلي ويقول انا اتمر باوامر ايران شنو رايك؟ هذا الحديد حقا لانه اي احنا العراق مقسم قسم دعم السعوديه قسم قطر دول دعمهم من ايران يرحم مالديا كله دعمهم حقه لحظه اوقف ابو شيماء حقه في حقه لانه يدافع لانه هو سلاحه وتمويله ابو شيماء هاي كارثه ابو شيماء مره خصك هاي كارثه اذا انت تقول لقيس الخزعلي حقه راح يطلع لك واحد بالمقابل يقول لك فلان الفلاني حقه يؤتمر بامريكا ويطلع لك فلان الفلاني يقول لك فلان الفلاني حقه يؤتمر باوامر انجلترا ويطلع لك فلان الفلان زين العراق منو يؤتمر بامر العراق نفسه العراق هي بيته صارت هي تسيبته صارت كل من الى جماعه وجماعه يكون واقعيين كل واحد انت تقول حقه يعني من تقول حقه يعني حق يعني شيء طبيعي وصحيح استاذ الحديد من طاس سلاح من الطب والدواحي هو على ايران من ساعته من الطب والدواحي بغداد يعني مو الايرانيين تدربوهم مو الايرانيين اللي طلعوهم من سجن التسفيرات بصلاح الدين مو الايرانيين جابوهم مو الايرانيين دزوهم ابد
احنا قاعدين يعني اذا تريد تدور حقائق اخوي العزيز ابو شيماء حول قضيه اذا تريد تدور حقائق ابو شيماء حبيب قلبي اذا تريد تدور حقائق حول ما حصل بالعراق خصوصا مسرحيه تنظيم الدوله ما يسمى بداعش راح تلقي ايران وراها وامريكا. يعني ذول الاثنين نفسهم اللي يقولون احنا ساعدناكم في تحرير البلد من هالجريمه هذه هم نفسهم تدخلوها. ليش؟ حتى يدمروها بالزايد. امريكا اللي قصفت جوي وايران اللي دزت جيش ومستشارين. نزم ابو شيماء. شكرا ابو شيماء، لكن صدقا ابو شيماء صدقا انت عزيز علي وعلى كل العراقيين لانك عراقي. اتمنى تراجع حساباتك. اتمنى ما تجي تقول لي قيس خز علي حقه يتمر باوامر ايران. لانه ثلاث ارباع الشعب العراقي ناقم على قيس خز علي لانه دمر البلد. ولا هذا العامري. هذا العامري اللي قاتل ويا ايران ضد العراق. وعمار الحكيم اللي قاتل ويا ايران ضد العراق. وابوه عمه قبله اللي قاتله ويا ايران ضد العراق. محمد من امريكا رجع لنا، حياك الله يا محمد. حياك الله اخويا. تفضل. حيا قناه الرافدين اخي. الله يرحم شهدائنا. حياك. هاي احلى مناسبه يوم الشهيد. ويقارون منها اجوا الايران في العراق. نعم. ذولا الحشد وغير الحشد يقولون من يوم الشهيد، يقول لك ذولا مو شهداء. ذولا قتلت الكرد. يعني يقول لك ايران دولة إسلامية، هو ليس دولة إسلامية إيران، دولة سلافات، ليس من جماعة الخميني هذا مثل ما شلل، يدافع عن الخميني، هذا دولة دينهم وربهم يموتون عن الخميني، هم مطبخ مال إيران دولة، الكرد والعجم، النجوس، ولا ما يريدون خارج البلد، يريدون العجم ياخذون العراق حتى يكفون بهم العدل. لولا خدم العدل. نعم. شكرا جزيلا لك اخ محمد لاتصالك بنا. يعني اليوم العراق بهوايه مشاكل. العراق بهوايه اشياء لازم تصلح. العراق بهوايه مناطق غلط. لا دستوره صح ولا قوانينه صح ولا القضاء اللي بيه صح ولا المعتقلات تتعامل ويا الابرياء خلينا نقولها هيك بشكل صح ولا المؤسسات تتعامل ويا الاهالي بشكل صح. لا مدرسه لا مصنع لا مزرعه لا فلاح، كل شيء ما بهذا البلد. ويجي واحد ويقول لك ايران. يا اخي ايران ايش قدمت لنا؟ ايش قدمت للعراق حتى اني اركض وراء ايران؟ اذا هي عبر التاريخ طول عمرها تريد تحتل هذا البلد وتعتبر هذا البلد حديقة خلفية إلها واحتلتها في فترة من الفترات إلى أن حارب الجيوش المثنى واستعان بخليفة المسلمين عمر بن الخطاب ودز خال الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص لقيادة الجيش وتحرير العراق من ظلم الفرس. وما صار الظلم بالفرس مثل ما صار الظلم بالعراق اليوم. ما صار القتل بهالوحشية وبهالهمجية مثل ما صار بالعراق اليوم. ما صار التدمير ببلد على مر العصور. ماكو دولة احتلت بلد بالعالم ودمرتها مثل ما صار بالعراق اليوم وراء الاحتلال الأمريكي الإنجليزي الفارسي الصهيوني، سموه ما تريدون تسموه. بلد انتهى. بلد كانت بمؤسسات اليوم بلد لا مؤسسات. بلد كان بجيش اليوم بلد ما بجيش. بلد كان بقانون اليوم بلد ما بقانون. بلد كانت بحياة اليوم ما يعرف الشاب العراقي اللي انولد بالألفين وثلاثة واللي هسه عمره بالعشرينات شنو معنى حياة. يعرف ضيم، كهرباء مقطوعة، تراب ينقل مي، يوقف سرعة على بنزين، يوقف سرعة على ثلج، يروح يتوسل بهذا وبذاك ويدفع فلوس ده يتعين ويدرس ويكمل، بس ما يعرف شنو يعني حياة. يعرف انه البلد منتهي
ويباوع بالتلفزيون لما تجي الكهرباء طبعا اذا حنوا عليه وطوا كهرباء يباوع بالتلفزيون اكو حياة برا يقوم يتخيل نفسه بيها فيهج يكبر يركب بلم ويطلع يوصل لبيلاروسيا وتعرفون ايش صار باللاجئين العراقيين بيلاروسيا وقبلهم هواية راحوا اللي غرق غرق واللي انكتل انكتل واللي وصل وصل وبيهم من اللي وصلوا ونطوهم وبيهم اللي رجعوهم جبر فاني اليوم احنا اليوم 1/12 هذا اليوم كل العراقيين يذكرون به الشهيد العراقي انا ما قلت الشهيد العراقي اللي حارب ايران بس انا قلت الشهيد العراقي في اي حرب في اي معركة في اي مكان في اي جهة انقتل على يد اي جهة ارهابية دولة شر اي جهة كانت هو شهيد ليش احنا نتناسى هذا الشهيد وليش اليوم يجي واحد يدافع عن ايران ويترك هذا البلد صباح من بغداد حياك الله يا صباح عليكم عليكم السلام والرحمة اليوم ذكرى يوم الشهيد العراقي لا. طبعا الرحمة والمغفرة لكل شهداء العراق اللي سقطوا دفاعا عن الارض والعرض في حرب الثمانينات وهسه نتطرق للشهداء اللي وقعوا بيد الميليشيات وفرق الموت واللي سقطوا ايضا تحت ارهاب داعش يعني هذني ثلاث حالات احنا مرينا بيها اولا الحرب العراقية الايرانية الباسلة اللي خضنا وياها 8 سنوات والخطر مالتها هسه ادرك العرب والوطن العربي ادركوا ان ايران خطر وعلى الوطن العربي بالكامل وكان الجيش العراقي حامي البوابة الشرقية في ذيك الفترة من راح الجيش العراقي الباسل السابق انفتحت هاي النار جهنم على الوطن العربي مصراعي فالشهداء اللي ضحهم في دمائهم ذول ينطبق عليهم نقول عليهم شهداء قاتلهم الفرس وقاتلهم حزب الدعوة وبدر حاليا مع الأسف حكومتنا هي من حزب الدعوة وبدر يعني شوف شلون انقلبت الدنيا واصبح العراق اللي الجريح وقعنا بين مطرقة امريكا المحتلة وايران المحتلة وذيول ايران هم اللي يحكمون البلد حاليا يعني وايضا استمرت الشهداء يتساقطون من كل اطياف المجتمع العراقي على ايد فرق الموت وعلى ايد الميليشيات وعلى ايد مجاميع داعش اللي احنا كنا قبل ما نعرفها كله بسبب الحكومات اللي شكلت بعد 2003 يعني نزيف الدم العراقي ظل مستمر من الثمانينات ولحد الان احنا نعاني من جائحة السوء ايران كلها سببها ايران يعني إيران دمرت ما دمرت بالشباب وقتلت ما قتلت من العراقيين يعني فهسه العالم والعرب والعراقيين أدركوا خطر إيران وإن إيران هي الصباح يعني هي تقول لي خطر إيران يعني إذا نجي على خطر إيران شمال شوف الجزيرة العربية بالكامل يا ما أخذت 3 عواصم فوق دمشق بغداد بيروت شايلتهم بديها ونجي على جنوب شبه الجزيرة العربية صنعاء ويطلع لك واحد بوقتها إذا تتذكر من طبة والحوثيين صنعاء من الإيرانيين قال سيطرنا على العاصمة الرابعة ونحن بصدد السيطرة على الخامسة اللي هي قلب شبه الجزيرة العربية وقلب الإسلام وقبلة الإسلام مكة أو الرياض زين يعني إيش شنو بعد أكثر من هذا يعتبر شر ويجيك واحد يطب هسه يقول لك إيران دافعت عن العراق وإيران دفعت الشر عن العراق وإيران دافعت عن أعراض العراقيين عذرا من هاي الكلمة أستاذ أفل اللي يحكي هاي الكلام يعني بس ذيول إيران يعني اللي يتربن بحضان إيران مثل حزب الدعوة العميل ومنظمة بدر الغادرة ذولي يحكون بهذا الموضوع يقولون إن إيران دولة إسلامية إيران مو دولة إسلامية نهائيا ولا ينطبق عليها الإسلام نهائيا لأن أصبحت مثل الأخطبوط اللي دمرت الوطن العربي والمسلمين والعرب ومو تدخلها بس بأربع عواصم أيضا الكويت مخترقة والبحرين مخترقة وعندهم عدة خلايا نائمة بكل الدول العربية أيضا حتى عبرم للاتحاد الأوروبي عندهم خلايا نائمة مع الحزب الله وغيرها وشفنا التقارير الأخيرة فإيران هي محور دم ومع الأسف أصبح العراق أن يحكمون حاليا حزب الدعوة اللي يحكون باسم المظلومية ويحكون باسم يعني باسم المظلومية الحسين هم اللي يحكمون البلد وظل نزيف الشهداء يجري لحد الآن يعني ساقط على إيد هاي فرق الموت والميليشيات يعني حتى حادثة سبايكر اللي تمت على إيد بخيانة المالكي تمت على إيد إرهاب داعش كل الحكومة تتحمل مسؤوليتها وإيران اللي صانعة دواعش وأمريكا اللي توجه بيهم ومن حسب على جريمة سبايكر هم أهالي صلاح الدين
اللي ما لهم بها علاقة نهائية. أبداً أبداً. بتوجيهات من نور المالكي وقاسم سليماني شلون تفجير التفجير ما سمر ومقتدى صدر باشر بالطائفية وبدأ يقتل آلاف مؤلفة من الشهداء والأبرياء على اسم وعلى هوية وعلى طائفة معينة، فهم نفسهم ذيول إيران ظلهم لحد الآن يقتلون في شباب العراق ويقتلون الشخصيات والدكاترة مستمرة لحد الآن. الشهداء يتساقطون من العراقيين، يعني ما وقف هذا النزيف. احنا كله بسبب إيران وذيول إيران. نعم نعم. شكرا شكرا لك أخ صباح. حيدر من بغداد، حياك الله يا حيدر. السلام عليكم، كيف الحال؟ عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. طبعا تحياتنا لكم الرافدين والجميع الكادر. حياك الله أخوي. حبيبي بس أتمنى أنه تتيح لي الفرصة، أنا أتفق معك في شغلات وأختلف معك في شغلات ثانية. يعني مثلا حبيبي أنا طبعا الكل إحنا نتفق أنه إيران دمرت العراق، إيران اشتركت في دمار العراق منذ يعني تقريبا 10 سنوات إلى ما دون ذلك، ولكن النقطة المفصلية التي لا أتفق معك فيها هو الحشد الشعبي. الحشد الشعبي يا عزيزي علينا أن نفصل بين قادة الحشد الشعبي وبين جنود الحشد الشعبي. جنود الحشد الشعبي هم أناس فقراء جاءوا لتطوع من أجل خدمة العراق، من أجل الدفاع عن العراق، بغض النظر عن توجهات سياسية لقادتهم. إذن فإحنا نقول أنه الحشد الشعبي كأفراد جيش حشد شعبي ممكن أنه توجهاتهم دافعوا عن الوطن، وقفوا صدوا الهجمة الداعشية إلى ما ذلك، ولكن قادة الحشد لا، هؤلاء يعني كلنا متفقون أن هؤلاء دمروا العراق وشاركوا طيب في دمار طيب. أنا راح أسألك سؤال أخويا أبو كرار. جندي حبيب. جندي يأتمر بأمر قائده لو بأمر نفسه؟ طبعا يا صديقي احنا قتلنا الفصل الإيراني نعم، يعني مثلا خلينا نقول عصائب أهل الحق كمثال. نعم. هذه عصائب الحق يعني كلنا متفقون أيضا، حتى أفراد بعض أفرادهم ساهموا في القتل وفي الذبح وفي كذا، كلنا نتفق أن هؤلاء ساهموا في دمار العراق نعم، ولكن علينا أن نفصل في بعض الناس الشرفاء. طيب. وأنا شلون أفصل؟ بس اعطيني مجال. أنا شلون أفصل والقائد العام للقوات المسلحة اللي الحشد الشعبي المفروض يأتمر بأمره، والحشد الشعبي وتابع إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لما يطلع لي الحشد الشعبي يدوس على صورة القائد العام للقوات المسلحة بالبساطين، ولما يطلع لي الحشد الشعبي ويهدد القائد العام للقوات المسلحة على أبواب المنطقة الخضراء، ولما يطلع لي الحشد الشعبي ويضربه بدرونات، ولما يطلع لي الحشد الشعبي ويقول احنا راح نقص ذنك، ولما يصير تظاهرات تابعة للحشد الشعبي ومعلقين صورته للقائد العام للقوات المسلحة اللي هم من المفروض أن يأتمرون بأمره، معلقين على حبل المشنقة داخل هاي الصورة، فأنا شلون أصدق إنه هذا الحشد الشعبي هو تابع للعراق إذا هو قائد ما مهتم به؟ شلون أصدق أخويا حيدر أنا بهاي الكلمة؟ نعم أكو هواية من المغررين، نعم أكو هواية من انجروا وراء الراتب، بس شلون أصدق لما 2000 داعشي أو 3000 أو 4000 وروح من عندي هدية 5000، هاي هدية 9000 داعشي بالموصل ويا الهدية مادتي ينقتلون بس بالمعارك حسب الإحصائيات العراقية الحكومية 40,000 واحد، زين 31,000 واحد ذولا شنو؟ طرح. صديقي العزيز يعني أي جيش موجود حتى في جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يوجد به أناس يعني مغرضون، ويوجد به إنسان مسيلم الكذاب وغيرهم. نعم هناك أناس مغرضون في داخل هذا الجيش، ولكن الحشد الشعبي ساهم، يعني أكررها عليك، ساهم في تحرير العراق، وهذا شيء لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره من شخص عاقل. طبعا بداية جيوش الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني عذرا من كلمتك ما مقبولة الكلمة، لأنه حرب وحيدة بس ما سمعوا كلام الرسول وخسروا، هي حرب أحد، لكن في ذلك الزمان ما كان أكو واحد يقدر يعصى أمر نعم نحن قد النبي أو الخليفة. لكن أخويا العزيز حيدر يرحم والديك، الموصل لما انتهت حرب الموصل كانت المباني أو البنية التحتية بالموصل موجود بها 60% أو 70%، لكن وراها صارت 90% مدمرة، يعني مأذنة الحدباء على يد الحشد تفجرت وهي أقدم مأذنة بالعالم.
نعم بإمكانك أن تشير إلى الكثير الكثير من السلبيات. إذن يا أخوي هاي السلبيات هاي السلبيات اللي خلتنا نحكي. أي أكيد من حقك، ولكن عزيزي ليس من حقك أن تقول الحشد الشعبي كله على خطأ، كل الحشد الشعبي على كذا. طيب وصلت يعني وصلت الرسالة يعني، وإن شاء الله إن شاء الله نرضيك ونرضي الأخوان المستمعين. شكرا جزيلا لك أخويا حيدر. بالنسبة للواتساب، والله الواحد صار يخجل من نفسه لما يشوف فيروس طور نفسه خلال سنة واحدة وطلع به أكثر من تحور، وإحنا صار لنا 18 سنة واقفين على حالنا ما نعرف شو نسوي. السلام عليكم قناة الرافدين وعلى مقدم البرنامج وكادر القناة جميعا. أخي دماء سالت في سبيل العراق بعد أن دافعت ووقفت في وجه المد الصفوي، ومع الأسف تسيل دماء الشعب العراقي اليوم لنصرة ملالي إيران اللي دمرت العراق. أخي اليوم يتصارعون بتوجيه من إيران لبقاء ذيول إيران في حكم العراق وتدميره، ولكن الله أكبر فوق رؤوس كل عميل وذيل لإيران، ونصر الله العراق على أعدائه. أخوكم أبو محمد من النرويج. هذا أبو شيماء تابع لإيران ويزعل من تقول له ذيل خالي ماكو شيك لاوات. أبو محمد حياك الله. السلام عليكم بعد التحية. أبو شيماء يلتحق بالجيش الإيراني إذا خميني أصدر فتوى لو أبو شيماء يقاتل ويا جيش عراقي؟ أريد أسأل هذا السؤال وأتمنى يجاوبني. والله عار على كل من يصدق بالخميني الدجال والعقائدية المزيفة التي قدمها إلى العالم. الحمد لله العراق تحرر من إيران بفضل الإسلام وعم الأمن والأمان. الآن عادت إيران لاحتلال العراق وعم الظلم والظلام. مرة ثانية على العراق الرحمة لكل شهداء العراق. من حسام. ورسالة أخرى، السلام عليكم قنوات قناة الرافدين. أخي رفل، أبو شيماء هو تابع لإيران، والخزعلي والعامري وكلهم عملاء والرحمة والشهداء. اللهم أن أخلص اللهم خلصنا من أتباع إيران وذيول إيران. أبو قسورة. مشاهدينا الكرام، العراق نطى هواية من الدماء، لكن دماء الأبرياء ودماء الشهداء اللي سالت على أرض هذا البلد هي اللي راح ترجع توقفها من جديد، وذويهم هم وأولادهم يوقفوا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم مباشر الجمعة. في أمان الله.